لحظة مؤثرة هذه التي عرفناها هذا المساء من المقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، تقديرا تكريما تعبينا لرفيق عزيز وفاته المنية قبل شهرين من الزمان، سي محمد بن صديق، الصحفي اللامع، الإعلامي المتميز، السياسي المتألق، المثقف العضوي. وكانت هناك شهادات مؤثرة تفي إلى حد ما بما قدمه هذا الرجل في حياته على مختلف المستويات. فقدناه، وشخصيا فقدت فيه زميلا، رفيقا، صديقا، عاشرته منذ ما يزيد عن 35 سنة، و سيكون من الصعب جدا أن ننساه لأن ذكراه ستظل حية. لقاء اليوم هو تأبين لروح مناضل في الحزب غادر الحياة مؤخرا. بالنسبة لي هو أولا زميل صحفي اشتغل في وكالة المغرب العربي وكان من قيادي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كما أن ظروف الدراسة خارج المغرب جمعتني به في الاتحاد السوفيتي واشتركنا العديد من الذكريات. أهمية تكريم مثل هذا المناضل والصحفي هو محاولة استحضار سيرته ومحاولة استخراج دروس وعبر لأجيالنا الحالية لنستفيد منها، من حيث حرصه أولا كصحفي على الجودة المهنية للمادة التي كان يشتغل عليها، ومن حيث التزامه بأخلاقيات المهنة، ومن حيث نضاله أيضا من أجل المبادئ المهنية التي آمن بها ومن أجل حقوقه، بالإضافة إلى التزامه بالنضال الوطني الديمقراطي داخل بلاده في صفوف حزبه الذي بقي ملتزما به منذ سن يفاعته وشبابه. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.